كابتن طه، الاسماعيلي هيلعب بتحفظ ولا هيلعب مباراه مفتوحه؟ لا مش هيلعب بتحفظ، بس هيلعب يعني هيدافع بشكل كويس. لان مش هيدي مساحات للنادي الاهلي. لكن هو عنده ادوات الكونتر اتاك. السرعه، عندك بكيتي سريع جدا وهيشتغل في الناحيه الشمال، بيشتغل فيها كويس قوي. مر عندك عبد الرحمن مجدي برضه. في حاجات صغيره جدا لازم ينتبه لها، لان دي ممكن تعمل مشاكل كبيره. فعندك مثلا واحد زي عبد الرحمن مجدي بيلعب في الناحيه اليمين معاه معلول. عبد الرحمن اكثر للداخل شوت كويس، لازم ابقى على رجله. هل هيعملها معلول ولا لا؟ لازم على رجله، ما اديلوش فرصه دي، لان هو رجله كويس قوي مش كويس قوي. فلو كسر للداخل وانا اديته مساحه هيشوط، ولو من مسافه مناسبه خارج ال 18 بشويه ممكن يشوط، ممكن يجيب جوال. ده واحده. النقطه في التغطيه اللي اتكلمنا عليها في المساحه اللي ورا محمد هاني، لان يعني عندك بكيتي ده برده بيشتغل في الحته الشمال دي بشكل رائع جدا في المباريات اللي فاتت، بيفوت بسرعه جدا وبيعمل كرات عرضيه. فدي برده محتاجه ازاي النادي الاهلي في الناحيه الدفاعيه، دي دقائق بسيطه جدا لكن هتبقى مكلفه لو ما اتعملش انتباه لها بشكل كويس. عندك في نص الملعب عندهم طارق همام بيقاتل ويدافع، ولد كويس نشيط يعني، هو دونجا. لكن هتلاقي بقى محمد الشامي، محمد الشامي هداف كويس وسريع جدا، بالكوره بيفوت كويس ومن الجنب بيفوت كويس ومن العمق بيفوت كويس وبيسدد كويس. دي برضو كلها امور لابد النادي الاهلي يبقى عامل حسابه لها، ما يفتكرش ان هو بيلعب مع فرقه ما عندهاش ادوات، ما عندهاش اسلحه. لا عندهم اسلحه ومن اي مكان بيقدر يشوط. الثلاثه اللي انا اتكلمت عنهم دول ممكن يجيب جول في اي حته من اي حته. فهو هيلعب وهو بيدافع هيدافع بشكل كويس. بحس ان هو عارف قدره النادي الاهلي وعارف المهاجمين وعارف طبعا هيشتغل على معلول وعلى محمد هاني، هيقفل الناحيه دي والناحيه دي من خلال الاربعه اللي بيلعبوا اثنين في النص واثنين على الجناب. وهو من اول ما من مده وهو بيلعب باثنين راس حربه، بكيتي ومحمد الشامي. بيلعب راس حربه. نعم بيلعب بمحمد الشامي. بكيتي هو بكيتي بيشتغل على بكيتي على الطرف على طول، على الطرف شال الطرف الشمال زي ما انا قلت. ولكن هيبقى هيعمل حساب لوقف الاثنين اللي بيلعبوا في النادي الاهلي على الاطراف. معلول هو عارف ان معلول في خطوره كبيره من ناحيته الكروسز. طب هل معلول هيقدر مع اجاييه يعملوا اللي كان بيعمله مروان رمضان محسن رمضان صبحي انه يدخل للداخل اجاييه ويطلع معلول؟ ما دي كانت لعبه من اللعب المحفوظه. هل هيقدر اجاييه يستلم الكره ويقف عليها زي ما كان بيعمل رمضان؟ برضو فيها صعوبه شويه. ما عندوش القدره على الوقوف على الكوره بشكل كويس وعايز يخلص من الكوره باسرع منكم ام لمسه واحده. فدي برضو من ضمن الحاجات. من ناحيه اليمين احمد الشيخ ومحمد هاني ممكن محمد هاني يزيد، لان احمد الشيخ بطبيعه الحال بيدخل للداخل فبيفتح السكه لمحمد هاني يكمل ويتعمل الكروسز. الكرات العرضيه اللي هتتلعب لمروان محسن. طب مين هيكمل معاه؟ اجاييه لازم يبقى في ال 18 معاه، يعني لو بيلعب في الشمال يبقى هو على القايم البعيد وموجود مروان على القايم القريب، يبقى في كثافه داخل ال 18. مجدي قفشه، حسين الشحات خارج ال 18 للكوره الريباوندز، بقدر استلم واقدر اشوط او اقدر اكمل الهجمه تاني مرات اعيدها تاني. فدي كلها دقائق بسيطه جدا في التاكتكس لابد يكون طبعا مؤكد المدرب عنده خبر بيها، والناس اللي بيشتغلوا على سكاوتنج على الفرق هيدوا له خبر بيها.